اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن محمد الالفي، احد نجوم كره اليد، والحقيقه يعني من مطبخ بطوله العالم. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك منورنا ومشرفنا. نوركم والله. نوركم. ويعني يمكن حضرتك لقاء تاخر في قناه الاهلي شويه، بس حضرتك ده مكانك وبيتك. ده بيتي. اه طبعا مش طبعًا. مشكله خالص فيه. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع تقرير عملناه خصيصا لكابتن محمد الالفي، نعرفه اكتر واكتر، ونشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. هو واحد من أهم وأبرز الشخصيات التي أثرت في تاريخ كرة اليد المصرية، سواء على مستوى اللعب أو الإدارة الفنية، وهو الأب الروحي للعديد من اللاعبين المميزين في قائمة منتخبنا الوطني الأول، والذي يستعد حاليا لبطولة العالم رقم 27 التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري. بدأ حياته مع كرة اليد وهو في 14 من عمره داخل جدران نادي هليوبوليس، وظل يدافع عن قميصه حتى احترف بصفوف الهلال السعودي عام 1980 مع كابتن عبد الرحيم القليوبي، وحصد كأس المملكة وحصل على ثاني الدوري بالسعودية قبل أن ينتقل لصفوف نادي الوحدة الإماراتي مع كابتن طلعت شتاء، وحقق المركز الثالث في الدوري معه. ثم كانت العودة للنادي الأهلي في الفترة من 83 وحتى 89، حقق حينها الدوري رفقة الشياطين الحمر في 5 مناسبات، إضافة إلى لقب سادس مع نتائج المرتبط، بالإضافة إلى لقبين لكأس مصر ولقب للبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري بالمغرب. كما حصل مع منتخبنا الوطني على 3 بطولات عربية قبل أن يعتزل بعد المشاركة في بطولة العالم باء، والتي أقيمت بفرنسا عام 1989، وظل قائدا لمنتخبنا خلال الفترة من 79 وحتى اعتزاله للعبة. بدأ رحلته مع التدريب عام 89، ثم أشرف على تدريب منتخب مصر مواليد 72 في منصب مساعد المدرب مع الراحل جمال شمس، وحققا سوية بطولة العالم للشباب والتي أقيمت بالقاهرة عام 1993، وهو ما تسبب في حصوله على وسام الجمهورية قبل أن يشرف على تدريب منتخب مصر مواليد 74، ليحقق به المركز السادس ببطولة العالم للشباب بالأرجنتين، وعقبها الإشراف على تدريب منتخب مصر للكبار والحصول على البطولة العربية بالأردن عام 1999، ثم كانت بطولة إفريقيا للكبار 2000 في الجزائر قبل أن يعمل مساعدا للصربي الخبير زوران، والذي حصد معه الفراعنة المركز الرابع ببطولة العالم في فرنسا 2001. ثم كانت النقلة بتدريبه لنادي هليوبوليس عام 2008، وحقق معهم كأس مصر في مناسبتين عامي 2015 و2017، كما حصل معهم على المركز الثالث بالدوري. واستعانت اللجنة المنظمة لبطولة العالم رقم 27 لكرة اليد بخدمات الألفي في منصب رئيس لجنة المسابقات بالبطولة العالمية لما يتمتع به من خبرات غزيرة وعلاقات وفيرة. كابتن محمد، يمكن رحلة طويلة من العطاء. اه والله. وشايف حضرتك استرجعت ذكريات طويلة مسعد وجمال الحقيقة. الله يرحمهم. وكمان يعني أكيد في محطات هي أبرز في حياتك أو بتعتز بيها، إيه المحطات اللي لا لعيب بقى ولا مدرب؟ ناخد واحدة واحدة كلاعب. كلاعب طبعا انت نادي هليوبوليس احنا ما كناش بنطلع غير مثلا السادس السابع، وإلا لما سافرت انا وكان فوز جيمس بيلعب معانا وماجد ندى، فوز جيمس بطل هاندبول. لما بطل هاندبول بقيت عندنا احنا كنا 8 ولا 9 لعيبه بس. بدا الفرقه تنزل درجه تانية يعني، لغايه لما جه الجيل بتاع سنه 66 اللي هو ايمن فاروق ومحمد رفعت وشريف فاروق، وعملوا نتائج وطلعوا بالفرقه. لما انا رجعت من الامارات كنت راجع نادي هليوبوليس يعني، فالنادي الاهلي قال لك عايزين نشتريك، هو نادي الزمالك.
فحتى نادي الزمالك عرض 10,000 جنيه والنادي الاهلي كابتن طارق سليم الله يرحمه قال لي 7,000، قلت له ان شاء الله 5,000 هاجي الاهلي يعني. وبعدين رحت بقى النادي الاهلي فسالت سؤال، يا جماعه انتوا ما اديتوش نادي هليوبلس اي حاجه، فادونا فانيلات او ادوا نادي هليوبلس يعني فانيلات وشورتات وشرابات، عارف دي 16 يعني فاتبعت ب 16 فانيلا و16 شورت فالحمد لله يعني. ده كان يعني ده كان مقابل انتقال يعني نظير انتقال انتقالك. لا هم كانوا خلاص كنت خدت الاستغناء وكله مشيت وحاجات كده، كانت الروح جميله بين الانديه. فطبعا بقى لما رحت النادي الاهلي كان النادي الاهلي معزز الصفوف اساسا بخالد عبد الخالق وعاصم السعداني وعاطف عبد الرحمن حارس المرمى، واحنا رحنا كان في بطوله مصر بطوله افريقيا في مصر سنه 83 اللي هي احنا لعبنا على الاستاد وعمرنا ما كنا اتمرنا عليه الحقيقه اللي هو السله الخارجيه فخسرنا. انت بتتزحلق يعني، هم الجزائريين وساحل العجب وكل الفرق دي بتتمرن على الترتان سهل يعني. فاتغلبنا فلعبنا يعني كملوا الدوري في سبتمبر اول سبتمبر، فده الدوري الوحيد اللي خسرته. بعدين كسبنا 4 دوري وكسبنا بطوله افريقيا، وفي النص في سوري اخر حاجه كان في دخلوا المرتبط مع نتائجه مع نتائج الدرجه الاولى زي بيحصل دلوقتي. زي دلوقتي. فدي كانت اول سنه كان عاشور الاشول بتاع النادي الاهلي، الفرقه كانت جامده الحقيقه. ياسر صلاح مش طبعا مش فاكر بس بالرغم ان حضرتك لعبت 5 سنين في الاهلي يمكن لا لعبت 8 بس ما هو بس في سنتين المنتخب كان واخدنا، ما انا قصدي على كده. وسنه كنت بقى مخبوط في اللي هي في بطوله افريقيا اللي احنا كسبناها اصابه عندي كان كسر في الضلعين يا خبر ابيض في ماتش السنغال الحقيقه. والحمد لله بس يعني قصدي اقول ان هو يعني عملت تاريخ كبير مع النادي الاهلي فتره قصيره. اول النادي الاهلي يعني انا مش هقول ان انا ده احنا كنا يعني كنا فرقه جماعيه، وبعدين مدربين بقى ايه كابتن خليل زكي الله يرحمه، وبعدين كابتن طلعت شتا، وبعدين جابوا واحد من بولندا اسمه ادوارد برضو كان مدرب كويس قوي، وبعدين جمال شمس تفرغ اللي هي السنه اللي كسبناها بالمرتبط دي، جمال شمس تفرغ للفريق الاول. كان كابتن صالح قال واحد فيكم يبطل يعني، فجمال قال لي انا بطل وانا اللي همرن يعني. والحمد لله الحقيقه يعني كنا ماشيين كويس. بعدين الجيل اللي جه بعدينا بقى اللي هو كان سنه 90 اشرف عواض ومحمد ده الجيل اللي احنا عارفينه كله بقى، ده بقى اللي كسب بقى كل حاجه دوري بالزبط. وكاس احنا ما كسبناش كاس يعني، الفريق دي ما كسبتش كاس بس هو دايما الدوري بيبقى هو البطوله الاكبر لاي لاعب يعني، هي البطوله الاكبر واللي نفسها اطول طبعا يعني فاهم ازاي، وبيبان فيها يعني مستوى الفريق الحقيقي لانه بيبقى نفس انت طبعاً. المستوى مثلا الاهلي والزمالك سيبهم في حته في الاهلي والزمالك تلاقي اللعيبه مثلا 3 في كل مكان، ولو عنده نقص بياخد من الفريق اللي تحت، عنده فرقه مثلا مرتبط كويسه قوي. لكن انت في نادي هليوبلس مثلا العدد عندنا مثلا ما يجيش 16. طب كابتن الصوره دي مثلا يا كابتن تعليق حضرتك عليها، دي كانت فين دي زمان بقى، دي سنه 74 لما اتجمع المنتخب اول مره، وكان الدكتور حسن مصطفى راجع من لايبزيج والدكتور عبد الفتاح عبد الله زعل ومشي، فكابتن حسن مصطفى بقى ايامها هو اللي ايه اللي درب. يعني فطبعا انا شعري كان بص شكله وحش ازاي، حضرتك اللي على الشمال خالص نمره 8 ده رقم 8 ده بس كابتن اليوبي بعدين ده المهندس حسن صقر كان وزير الرياضه، وكابتن فتحي الصاوي، كابتن طلعت شتا كان كابتن يعني الفرقه، اللي لابس الترنج اللي هو يعني الغامق الغامق ده حسن صقر. انا اول مره اشوف صورته وهو صغير هو صغير كان رئيس جهاز الرياضه صح. بعدين كابتن طلعت شتا وكابتن جابر سعيد وكابتن محسن نور وكابتن صلاح مصطفى الله يرحمه بتولي من الاولمبي، وكابتن حسين لبيب، كابتن مسعد الله يرحمه، كابتن جمال حسين ده كان اسيوط بعدين راح الزمالك. يعني كابتن حسين لبيب اللي مشبك ايده. ايوه اللي مشبك ايده. يا جماعه ده، يا جماعه التاريخ ده ما شاء الله حاجه جميله جدا. حاجه خلي بالك انا يعني حسين كان عام مواليد 55 وانا 56، الباقي كله 52 بقى وكابتن طلعت ربنا يديله الصحه. انتوا اصغر ناس. 45 وحسن صقر 50 كده يعني، وكابتن اليوبي 47. يعني متهيألي دي يعني يمكن من البطولات المهمه برضو في حياتك يا كابتن، خلي بالك برضو انت كنت صغير. كنت صغير قوي. وكان يمكن في البدايات بتبقى مهمه جدا للاعب انه يشارك مع منتخب مصر في سن صغير. بس خليني اقول لك كابتن، طفره كره اليد يعني شهدت يمكن يعني من اوائل الثمانينات كانت مصر. لا ما انا احكي لك بقى لا يعني لو وانت كمان باسكت، اصل الباسكت نفس الحكايه. اقول لك ليه، انتوا عندكم كان صالات كتير بتتمرنوا فيها صحيح يعني مش جيلك انت طبعا اصغر مني بكتير. الجيل بتاعنا احنا ما كانش فيه صالات صحيح، كنا نتمرن في الرمله وحمره وبعدين عشان بطوله افريقيا نروح نلعب مثلا دوره في باكوس في اسكندريه برضو رمله، تطلع بقى هناك في الجزائر او تونس
ملاعب اللي هي كانت باركيه زمان مكسر الدنيا وتتغلب غلب فظيع. تتغلب فجي كان الدكتور حسن، كان حسن مصطفى من سنه 74 لغايه سنه 83 هو المدرب. عايز يعمل حاجه طفره مش عارف. انا بقول لحضرتك يعني هو اللي خلى الفكره عندنا ان احنا الدفاع اهم من الهجوم. كان زمان يقول لك يريح في الدفاع. فهو اللي غير الفكر وبدانا ندافع 6-0 زي فريق المانيا وكل الحاجات دي. تيجي بقى الدكتور عبد الاحد جمال الدين عمل صاله في كل عاصمه، وزير الشباب والرياضه فكل عاصمه محافظه. الصالات دي كلهم شكل بعض، هي دي اللي خدمتنا، زائد صاله نادي الزمالك الحقيقه. التمرين المنتخب كان فيها. فبدا يحصل لك طفره، بدات الفرق الشباب عندك بتكسب بطوله افريقيا. عشان كده حضرتك النتائج لمسناها في التسعينات ولكن بدات الطفره. طب انا احكي لك ليه بقى. ما هو الدكتور حسن لما اتغلبنا 83 رشح نفسه بقى رئيس اتحاد. بقى رئيس اتحاد من سنه 74، بقى بيهتم بثلاث فرق، يعني الفريق الاول وفريق الجينيور وفريق اللي هم اليوز اللي هم الناشئين الصغيرين. فبقى عندك على الاقل من مثلا من 65 ل 90 لعيب بتختار منهم. صحيح، كبر القاعده. فبقت عندك القاعده كبيره. وبعدين بدا الدوري بيبدا منتظم، كان زمان مش منتظم، اي واحد يتخانق في الدوري ازاي. وبعدين كاز منتظم مره برضو، واحنا في بطوله سنه 86 منع الاهلي والزمالك ان هم يروحوا بطوله افريقيا. السبب يعني السبب ان احنا المستوى قال لك مستواكم اقل من ان انتوا تروحوا تكسبوا بطوله افريقيا. مين اللي قال يعني ما نروحش؟ هو الدكتور بقى الدكتور حسن مصطفى. لا ما نقدرش نقول حاجه. لا طبعا ده درش ولا حاجه. لا صحيح، هو ما بيهزرش طول عمره يعني. انا عارف. لا بس اقول لحضرتك، هو كان يعني يمكن كل اللي احنا شايفينه ده زي ما بيقولوا خرج من بين اصابعه، يعني هو اللي اسس للفكر ده من زمان. هو عمل سيستم للاتحاد. حتى الاتحاد الدولي دلوقتي فيه سيستم، يعني كل الورق اللي انا جايبه لك ده الاتحاد الدولي اللي بعته. يا فاهم؟ بيبعتوا لفلان وفلان 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 وعلاء السيد وانا ومش عارف ايه، واحنا انت بننظم. فهو عنده سيستم بيعمله في كل حته. طبعا بدات تجني انت بقى. جمال شمس كان مدرب منتخب مصر وطلع الثاني في الجزائر فرق جون. طبعا الجزائر كانت بتكسبك 6-7 تجوان. فسنه 90 91 لما تدمن جه سنه 91 كسبنا بطوله افريقيا في مصر. تمام. والبطوله الافريقيه للافريكان جيمز دي كسبناها برضه في مصر. بداتوا تصدقوا ان انتوا تقدروا. كان يعني بدا مش انا بقى، انا كنت بطلت 89. اللي كنت عامل زي الالفا، عارف انت كلهم عيال صغيره او مش كانوا بقى دلوقتي ما شاء الله يعني. وانت معاك مثلا ايه طارق الدروي. كان ايمن الشاهد الله يرحمه، خالد ابو النوم الله يرحمه. عارف فرق صغيره كلها، هشام نصر، عمرو صلاح، الفرق كانت بتوع بورسعيد مثلا، عصام بركات، عبده عبد الوهاب، محمد السيد، كل دول سنهم اصغر مني مثلا بخمس ست سنين على الاقل. بس دلوقتي خمس ست سنين ده ولا حاجه يا كابتن. لا بس زمان كان زمان اصل انا زمان لعبت بدري كمان يعني. انا كنت بلعب منتخب مصر 16 سنه. ومعايا بقى كابتن طلعت، انا كنت بقول لهم يا كابتن صحيح الدنيا اختلفت يعني. لعبت مع كابتن حسن. يعني كابتن حسن مصطفى كان ايامها بيلعب لحقته لحقته سنه. وبعدين سافر لايبزيج هو. وبعدين بقى رجع المدرب بقى كوتش. بالرغم ان هو لعبت معاه بس كان كوتش. بس خليني اقول لك كابتن برضو ان الدكتور حسن مصطفى بيستعين بيك في امور كتير. يعني حضرتك لما بتمسك لجنه المسابقات بيقول لك انا ابنه. يعني احكي لك بس. حسن مصطفى وطلعت شتا وكانت كابتن سيد عبد العال، الثلاثه دول من النادي الاهلي، دول ومسعد عباس الله يرحمه كانوا مصممين ان انا ابقى لعيب هاندبول. تمام. يعني انا كنت بلعب بقى ايه كوره مع كابتن ميمي عبد الحميد، وبلعب غطس، وبلعب فعلا. سباحه. وبتوع اليوبلس بقى ايه يعني مثلا نروح العجمي ولا في ماتش نروح سايبين كلنا ورايحين العجمي. فاهم؟ فهم بداوا ياخدوك في المباريات اللي هي الاهلي بيلعبها حبيه. بعدين خدوا استغنى، وبعدين كابتن الفريق مرتجي رجعها على علاقات الكويسه مع مع شاذلي الله يرحمهم من الاثنين يعني. رجعها، قال انا كنت قليل ادب يعني مع مع كابتن علام، بس ما حصلش. لا طبعا لا طبعا. بعدين بعديها بسنتين بقى لما سافرت ورجعت على الاهلي، فانت هما الاثنين الحقيقه عارف انت اللي هما ايه تفرغوا ليك. ومعهم كان مسعد كان مشطوب، وكان قاعد في نادي اليوبلس سنه 70، وفرقه اليوبلس سافرت لبنان، كان خالد عبد الناصر هو كابتن الفرقه، وقعد معايا، كنت بكرهه كره العمى، وطلعني بقى الشجر ومش عارف ايه عشان ابدا يعني اخش. وكان زمان التمرين سهل يعني. بس حضرتك يا كابتن يعني بامانه يعني برضه حطيت بصمتك يعني. يعني كلمنا كمان على بطوله العالم. انت طبعا يعني لجنه المسابقات دي لجنه في منتهى الخطوره انها ممكن المفروض تنجح. ان هي اهم لجنه طبعا. لجنه المسابقات دي تحتيها الحكمين اللي هم الميقاتي والمسجل اللي هم المصريين اللي هيبقوا قاعدين في النص. لجنه المسابقات دي هي اللي بتحط الجداول بتاعه التدريب.
لجنه المسابقات دي بعد الاسبوع الاولاني هي طبعا القرعه جايه في كل حاجه، بس انت الفرق مثلا برج العرب هيقفل تمام، الفرقه الرابعه هتروح على كاس الرئيس، والثلاثه التانيين هيتوزعوا، هيبقوا في اربع مجاميع، الاربع مجاميع دول 24 فرقه، ال 24 فرقه دول هيلعبوا في ثلاث صالات اللي هي العاصمه الاداريه والاستاد وال احنا هنلعب اربع صالات يا كابتن، اربع صالات في الاول. بعد اسبوع هتتقفل برج العرب، كله هيلعب في القاهره تمام، هيلعبوا في 6 اكتوبر في الجيزه اللي هي صاله حسن مصطفى دلوقتي، اللي هي بتاعت الاتحاد، بتاعت الاتحاد مش بتاعت الاتحاد، وزاره الشباب، الشباب والرياضه يعني الاتحاد بقى مقره فيها، بس ده هنرفع عليهم قضيه، انت عارف انا في مصر الجديده. بص يا كابتن حضرتك راجل فايتر وما بيبقاش مقاتلين، احنا هو علمنا ان احنا نقاتل في كل حاجه، ده انا هحكي لك لو انت لا خليني، لا ده انا عايز، لا ده انا عايز اعرف موضوع الصالات، بس خليني اطلع لفاصل يا كابتن، بس موضوع الصالات واللي هتلاعب والكلام ده كله كواليس احنا عايزين نعرفها، بس خليني اطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل اعلاني سريع وارجع لحضراتكم عشان نعرف كواليس بقى المسابقات والصالات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومنكمل حوارنا مع كابتن محمد الالفي، طبعا احد رموز كره اليد في مصر، مش بس رموز كلاعب وكمدرب وكاداري دلوقتي، الحقيقه يعني خبرات، تراكم خبرات كبيره جدا لكابتن محمد. كابتن محمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الصالات واختيارها، وهات لنا القصه من الاول بقى كابتن. الصالات طبعا استاد القاهره طبعا صاله 100 ما فيش فيها جدال، بس كان فيها مشاكل في السقف، فاهم ازاي؟ والهيئه الهندسيه خدتها. مشاكل ايه يا كابتن؟ كان مشاكل بقى في حاجات في السقف مثلا طبعا، العمر والعمر من سنه 90 بدات تتساقط على اللعيبه وهم بيتمرنوا، والحتت اللي هي الالومنيوم اللي هي في فوق خالص في السقف، وضع طبيعي يعني. فبدات الهيئه الهندسيه عملت بتعمل لها مرمى، يعني انت عارف من الارض لغايه السقف 67 متر. يا خبر ابيض، فده حاجه فظيعه. عايز اجهزه من نوع معين طبعا. انا ما كنتش فاهم الحقيقه، بس عاصم السعداني هو اللي شرح لي بعدين. خليك مهندس كابتن عاصم، مهندس عاصم كان بيقعد معايا ويقعد يقول لي اصل الجمالون هنا ده مش عارف بيعمل ايه، وهو دايما طول ما هو ماشي بيحكي ما شاء الله عليه بدل الفيديو. حبيبي حبيبي كابتن عاصم. فبعدين الصاله يعني كانوا مقسمينها اربع ارباع، فعاملين ربع، عاملين بقى اللي هي السقالات والحاجات دي عشان يوضبوا. تقدر توصل. فعاصم سال قالوا ده يخلص في شهر، طب اربع اشهر تبقى الفاتوره خلصت. صحيح. فروحت انا للدكتور حسن قلت له الصاله دي مش هتخلص. فهو كلم الدكتور اشرف صبحي، تاني يوم كان الدكتور اشرف صبحي عند السيد الرئيس، كان معاه المدير المالي بتاع الرئاسه، طلع في التلفزيون كمان. انا شفت الحوار، كنا غطيناه برضه. بعديها باسبوع رحنا لقينا اربع سقالات بدل سقاله واحده. هو ده دعم الدوله بقى. دعم الدوله. وبعدين الثلاث صالات بقى التانيين دول مبنيين من 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 اي تو زد. فاهم ازاي؟ يعني يمكن يا كابتن دي الصوره بتاعت، لا هنا ده بيتهيألي الدكتور حسن. انا لو كنت اعرف كنت اجيب لك صوره الصالات. لا ده احنا يا كابتن دي خلي بالك حضرتك ده مش اول لقاء يعني، بس حضرتك احنا لسه مع بعض على الهوا اهو. ما عنديش مشكله. لا احنا مع بطوله العالم، حضرتك هتبقى ضيف معانا على طول بشكل كامل. طبعا تنورنا، عايزين نعرف الكواليس. المهم يا كابتن، الثلاث صالات الباقيين انشئوا خصيصا للبطوله. من اي تو زد. من اي تو زد. طبعا هم البطوله الهاندبول، لكن هم ينفعوا لكل حاجه. طبعا طبعا. خلي بالك في مجمع اللي هو بتاع العاصمه الاداريه ده. المجمع ده فيه كوره وفي حمامات سباحه، وطلع فيه صاله هاندبول ثانيه اللي هي بتوع ذوق الاحتياجات الخاصه. الفروسيه. ودي يا كابتن صوره اهي من ده الاستاد ده. وده استاد القاهره، والسقالات باينه شويه بعد التجديد يعني. الدنيا جميله. اتفضل يا كابتن. طب وبعدين العاصمه الاداريه و6 اكتوبر وبرج العرب. برج العرب برضو جوه في ظهر الاستاد بتاع برج العرب. تمام. كوره برضو مبنيه على احدث حاجه ما شاء الله. بتاعت 6 اكتوبر بقى فيها زياده، اللي هو المبنى اللي هو اداري. في فندق، في حمام سباحه، في مبنى بتاع دوت مكتب الاتحاد الدولي. وطبعا الاتحاد المصري لكره اليد، معموله الحقيقه جميله. طب الاوتيل ده هيبقى فيه فرق مقيمه فيه ولا فرق؟ ما هو البطولة. انت لا البطوله، لا إنما البطوله لازم فايف ستارز، انما بعد كده بيشتغل زي ما احنا بيشتغل. هو اللي كمان اللي خدت العقد بتاعه اللي هي سيتي، اللي هم اللي طالعين اللي عاملين نوادي في كل المحافظات. سيتي كلاب. سيتي كلاب هي اللي بتدير طبعا. كويس. فبقول لك الصالات يعني انا شفتها اصلا وهي رمله، وكنت حاطط ايدي على قلبي انها تخلص ولا ما تخلصش. طبعا المتابعه الهندسيه كان مهندس علاء السيد، المهندس عاصم السعداني، المهندس محمد رفعت ده استاذ دكتور في جامعه القاهره، والمهندس وليد عز الدين، وفي اسكندريه احمد باهر،
وفي 6 اكتوبر اللي هو حسام عز. حضرتك كنت متابع كل الكلام ده يا كابتن؟ انا بقى بروح معاهم، انا بحب مسابقات برضه بشوف الملعب. لا طبعا الصالات يعني كل ده حضرتك بتتابعه عشان تبقى عارف هتعمل ايه. فطبعا ايه المهندسين دول كلهم هاندبول، خلي بالك يعني احمد باهر جميل فيها ومنتخبات كلهم بيلعبوا. كابتن عاصم، عاصم السعداني طبعا هو كان رئيس للجنة المسابقات دي، لجنة الاستادات. والحمد لله مشيت وخلصت وبدات دلوقتي. احنا لعب بقى لنا اسبوعين بنلعب عليها الماتشات بتاعت الدوري، بنات واولاد وناشئين وكل حاجه ما شاء الله. فليها الصالات بدات. حضرتك قلت لي ان بعد اول اسبوع من البطوله برج العرب خلاص مش هيبقى فيها فرق. كل الفرق هتيجي وحضرتك الفرق اللي هتطلع من البطوله هيبقى لهم، لا عندهم بطوله تانية اللي هي كاس الرئيس. كاس الرئيس فالرابع في كل مجموعه، انت عارف هم 8 مجاميع 32 فرقه، الرابع في كل مجموعه هينضموا ويعملوا مجموعتين، مجموعه في العاصمه الاداريه ومجموعه في 6 اكتوبر. جميل، يعني اللي خرج من البطوله مكمل. مكمل ده نظام حلو جدا، والدكتور حسن مصطفى حطه عشان يبقى اللي مشارك ما يبقاش زعلان انه خرج. هو طبعا يمكن دي برضه دي مجموعات هيستعرضوها معانا واحنا ما حضركوا، ودي المجموعه الثانيه وكذا لو عايز. لا يعني هم بيدين مجموعه سي، كرواتيا، قطر، يعني لا يعني انت كل مثلا ايه استاد القاهره اللي هيلعب فيها مصر. تمام، مصر اساسا في المجموعه السبعه يا كابتن، مجموعه السبعه اللي هي جي. كويس، ومعاها معانا الدنمارك اللي هي المجموعه بتاعه الدنمارك اللي هي دي هيلعبوا في استاد القاهره. هيلعبوا في استاد القاهره المجموعتين دول، يبقى مجموعتين في استاد القاهره. كويس، فانت قدامك مثلا ايه هتلاقي في العاصمه الاداريه جروب سي وجروب جي لاي. هتلاقي في اسمها ايه دي في 6 اكتوبر جروب دي وجروب اتش. تمام، هتلاقي في البرج العرب جروب بي وجروب اف. 8 مجاميع على 4 صالات، كل صاله فيها مجموعتين. فيها مجموعتين. تمام، وهتتقام فيها المباريات يوم مجموعه ويوم تاني ولا في الراحه ما بين؟ ايوه، في يعني هنا مثلا الفرقتين بيلعبوا يوم في السبت، التانيين بيلعبوا يوم الاحد. حلو جدا. كويس، فهو بياخد راحه. خلي بالك ده اول مره احنا كنا بنلعب 9 ماتشات بينهم يومين راحه بس. انا فاكر. فبتموت على طول. حتى كاس العالم اللي فات تقريبا كان بيتلعب كان كده. فانت دلوقتي هي اللي فيها فتره الراحه بتبقى كويسه للاستشفاء بتاع اللعيبه. كويس جدا. كويس، بعد ما يخلصوا الاول والثاني والثالث يعملوا مجاميع مع المجموع المجموعه اللي جنبه. يعني مثلا ايه هتلعب مع بيه يبقوا 6 فرق. تمام. يخشوا بالنتائج بتاعتهم. انا فهمت، يعني مثلا مصر مجموعه مصر مجموعه الدنمارك بيلعبوا على استاد سيد القاهره، بعد ما اخلص مبارياتي هضم على المجموعه الثانيه. أيوة، اللي كانت بتلعب معايا بس الرابع هيمشي. الرابع هيمشي بقى، وهنعمل لهم كاس لوحديهم. هتعمل كاس لوحده، كاس لوحده عشان يبقى البطوله لوحدها برضو يبقى جه استفاد. دي تخلص يوم 27 بتاعت كاس الرئيس. دي حلوه جدا النظام ده، حلو جدا. ده كاس الرئيس اللي هو رئيس الاتحاد المصري الكل. مش المصري، رئيس الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي عاملها مثلا بقى له 6-7 بطولات. ايوه، التانية بقى اللي هي الفرق دي هتلعب مش هتلعب 5 ماتشات بقى بالظبط، هتلعب 3 اللي هم بتوع المجموعة التانية. بتوع المجموعة اللي هي التانية، مش اللي هلعب فرقتي، مش هلعب مجموعتي انا بقى. خلاص مجموعتك انت كسبتها. عشان كده لازم منتخب مصر يكسب السويد والتشيك وشيلي. هيروح على مين بقى هناك؟ الدنمارك؟ هيروح، لا الدنمارك، لا الدنمارك رايحة حتة تانية. طيب هقول لك بالظبط دلوقتي. انت عندك مثلا ايه؟ سلوفينيا وروسيا وبيلاروسيا. هاي المجموعة هنا كاتبها اصلي. على مهل. مجموعة مصر اللي هي اي، صح؟ ايوه، مجموعة مصر المجموعة السبعة اللي هي اي. اي؟ لا، اي بي سي دي اي اف جي. لا، جي. جي. لو انت هتلعب مع اتش. ايوه. يعني فاهم ازاي؟ يعني المجموعة جي هتلعب مع اتش. كويس. اللي هي المجموعه اللي جنبك، اللي في نفس الصاله. اللي في نفس الصالة. انا قصدي لا، ما بيلعبوش في نفس الصاله، دول اللي هيجولك. دول اللي هيجول. لو انت طالع الاول هتفضل في نفس الصاله بتاعتك. جميل. لو طالع الثاني تروح انت تسافر اللي رايح الاول. الاول بقى اللي ايه بس احنا مش هنسافر، كلهم جوه القاهره. يعني خلاص جوه القاهره. خلاص يعني المجموعتين بتوع برج العرب هيخلصوا وكله هيجي يلعب على الثلاث صالات. كله هيجي يلعب في مصر. كويس، في القاهره. انت دلوقتي هتبقى ايه طبعا ما نقدرش نقول اسم الاوتيلات. لا مش هنقدر. الاوتيل هيبقى مقفول على مثلا صاله الاستاد. حلو. والتاني الاوتيل اللي هو في العاصمه الجديده، العاصمه الاداريه الجديده. تمام، برضو الاوتيل مقفول على الناس اللي بيلعبوا في صاله العاصمه. ومفيش نزله في الاوتيل؟ مفيش اي الاوتيل؟ ما هو الاوتيل بيبقى زي ايه، برجين. في برج للنزله. تمام، دول بيبقوا مثلا المفروض الكباسيتي بتاعت الاوتيل تبقى 50%. ده في العادي. في العادي، رئيس الوزراء ايه الاجراءات اللي عاملاها الدوله؟ الاجراءات. تمام، فهو هيبقى ايه، الاوتيل هيبقى شغال كله 50%، بيبقى فيهم الناس اللي هم البابل. حلو، جميل. اصل في كلام اتقال ان الاوتيلات
طبعا صوره من الاستاد صاله واحد دي كانت سواء تحت الانشاء او بص تحت التطوير. كانت عامله ازاي الارض؟ لا انا عايز بقى الصوره الثانيه بقى يا جماعه بعد ما هي في ماتش اليابان تقريبا ونجيب. لا ماتش اليابان اتغيرت تغير تمام بس انا عايز اقول لحضرتك ان اتقال لنا ان الاوتيلات هتبقى مقفوله. اهي بص يا كابتن الصاله ده ماتش اليابان. بص الصاله عامله ازاي دلوقتي؟ حاجه ما شاء الله مفخره يعني. لا بص السقف بقى الحاجات دي اللي كانت بتقع. لا والاضاءه جميله كمان شكلها يا جماعه بصوا الشكل يعني ما شاء الله يعني. واللوحه تقريبا تم تجديدها برده يا كابتن. مش دي اللوحه اللي كنا بنلعب دول؟ ايوه مش كنا بنلعب. ايوه والله ينور عليك. دلوقتي مش دي اللوحه اللي احنا لعبنا بيها هم الاختين ايام كنا بنلعب. خلي بالك طب خلي بالك عشان السقف 67 متر ما عرفوش يعملوا اللوحه بتاعت الباسكت. ايوه اللوحه اللي هي مربعه. ايوه دي معموله في الثلاث صالات التانيين فعلا يا كابتن. يعني الصاله اصل احنا خلي بالك احنا ما فيش تسريبات جايه لنا يعني هتبقى فيها موجوده وبتشتغل دلوقتي. الجمال ده بتشتغل بالنتيجه بالاسماء بالفاولات بالتايم اوت بالطرد. انتوا عارفين يا جماعه الكابتن محمد بيتكلم عن الشاشه اللي هتبقى في قلب الملعب في النص فوق في السقف زي موجوده في الماتشات بتاعت الام بي اي. بتبقى الشاشه الشاشه. ايوه شايف. بص يا جماعه الله على الجمال. بص يا كابتن هي دي هي الشاشه دي المربعه موجوده من الاربع جهات. الشاشه اللي انتوا شايفينها الاربع جهات اربع جهات عليها تتعرض عليها فيديوهات ارقام وسكور. ده يبقى في لو في مشكله حتى في الماتش بتقف بتشوف عندنا زي الفار زي الفار بس بنعمله على الخفيف لان عندنا الكره سريعه جدا صح. وحتى الفكر الجديد اللي جاي دي صاله ايه دي صاله العاصمه برج العرب يا كابتن. دي برج العرب هما الاثنين زي بعض. برج العرب جميله كويس. الفكر ان انت يعني عارف التطور بقى بتاع الهاندبول ايه بقى يا كابتن؟ ان الكره ما تخش الجون وال30 دقيقه خلصت الجون ما ينورش. عايزين يحط زي الباسكت زي ال24 ثانيه بتاعت الباسكت. قال لك نفكر لها على حاجه. البورد بينور بعد ال24 ثانيه في الباسكت تنور عشان ما يبقاش بس بالصوت يبقى فيجوال. ايوه يبقى فيجوال يبقى الحكم مش محتاج لان ساعات الصوت بيسبق الصوره وبقت لعبه ثواني. أيوة صح انا بتكلم صح. فالجون هينور نفسي اشوفها دي يا كابتن. نفسي لا الجون نفسه مش هينور. العرضات تنور صح. العرضات التايم اوت انتوا عندكم الباسكت تعمل كده تاخد تايم اوت. احنا كنا بندي كارت اخضر لا دلوقتي زرار. الزرار تدوس على الزرار يقفل الماتش تزمر والسكور يقف والتايم يقف. بس بقى في تشابه كبير اهو. الدنيا بتخش مع بعضيها يعني باسكت اليد زي الباسكت. لا لا عنف لا لا عنف ده لعبه قويه جدا يا كابتن. لعبه قويه جدا بس يعني انتوا عندكم الباسكت متدلعين يا كابتن. الباسكت متدلعين. ده اليد انا في فاولات يا كابتن بشوفها بقول اللعيب هيقوم هيطوح في اللي عمل معاه الفاول ده هيروقه. لا خلاص تعودنا ويتعمل الفاول يقوم يسلمه على بعضه عادي ويخش بقى ده العادي. خلي بالك كمان احنا دلوقتي بقت عندنا قوه وسرعه لان انت دلوقتي السنتره ما بقتش ايه ما سريعة بقتش سريعه. بقت سريعه يستنى لما الفرقه الثانيه تعدي. لا بقت سريعه صح. فاللي بيحط جون بدل بيقوم وهو مضروب بيجري عشان يلحق يدافع صح عشان يرجع. فبقى فيها قوه وسرعه فظيعه يا فاهم ازاي. وبقى عدد السكور بقى يزيد. يعني كان زمان المتوسط مثلا 28 25 دلوقتي ممكن تبقى فيه كسبانه 38 صحيح 34 كده. ده بيدي متعه للعب. بيدي بيدي تشوق الحقيقه بسرعه يعني تبقى مع قلبك بس المدربين بقى قلبهم يقف بعد الشركه. طب اقول لك يا كابتن دلوقتي احنا خلاص الرابع او الرابع في كل مجموعه يعملوا كاس الرئيس او رئيس الاتحاد وهيبقى عندنا بعد كده يعني هنقول 8 طلعوا من 32 بقى 24 فرقه. 24 فرقه في فرق هتطلع عشان نوصل دور ال 16. الثمانيه مفيش دور 16. مفيش دور 16 في دور الثمانيه على طول. اول تاني طيب اول تاني من التاسع لل 24 هتحددوا مراكز ازاي؟ يا ريت. انت من الخامس لل 24 هتعمل ايه؟ طب حلو جدا. الحسبه بتبقى حسب الماتشات اللي انت لعبتها. يعني مثلا الماتش اللي بتكسبه بتاخد نقطتين، اللي التعادل بتاخد نقطه. بس يا كابتن ده كمبيوتر. لا استنى ما انا هقول لحضرتك معاك كده معاك انا هقول لحضرتك. لا احنا بنتكلم بقى ده ممكن في فرقه ظلمت في التصنيف طبعا. يعني ده هيتفرق معاها. مش هتظلم. لا بس هتظلم هنا. لا انت ده بتعمل كفاح طول الماتشات. انت قصدك ان انا اديتك فرصه واثنين وثلاثه واربعه. انت اول حاجه الفرصه بتاعت تمام الفيرست راوند تمام اللي هو المجموعه الاولانيه تمام. تاخد اول من التالت. تاخد الاول تاخد نقطتين تمام. التاني ياخد نقطه التالت يخش بزيرو كويس هايل. طبعا انت لو خدت يعني ان شاء الله منتخب مصر لو خد النقطتين يخش معاه نقطتين حلو. هيلعب ثلاث ماتشات تمام. يكسب ماتشين يعدي يبقى معاه اربعه يعدي اول او تاني. حلو جدا. فاهم ازاي؟ يعني قصد حضرتك ان كتر المباريات حتى لو اتظلمت في التصنيف تلحق تتعوض. انت زمان كان نوك اوت 16 تعرض لك. بس ده نظام هايل. انت بتموت نفسك عشان تكسب ايا كان اسم الفرقه اللي قصادك. ما تفرقش ده تشيلي على عباس مش عارف تلعب البرازيل تلعب اي حد بتموت. طب بيني وبينك في السر كده يا كابتن مش قدام الجمهور. حد سامعني ايه هنعمل ايه مع السويد؟
لازم نكسب ان شاء الله. يعني طب انت شايف المستويات؟ بص بس السويد اصلها عملت حصلت فيها دروب جامد بعد ما كانت تكسب كاس العالم والاولمبيات وحاجات كده. انت عارف الحته اللي حواليها اللي هي الاسكندنافيان دي كلها الدنمارك والنرويج وايسلند والسويد وفنلندا كلهم في الهاندبول مستواهم عالي. تمام. فهم بيكسبوها في التصفيات وفي وحاجات دي. فتلاقي مثلا بطولتين اوروبا او ثلاث بطولات اوروبا ما دخلوش. لكن بدلهم مرتين بيبداوا يخشوا ويكسبوا فرق جامده. طب يا كابتن لعبوا ماتشات وديه قبل ما يجوا؟ ما حضرتك متابع؟ لا هم ما بيلعبوش ماتشات وديه، بيلعبوا دوري بطوله اوروبا ودوري انديه اوروبا. خلي بالك لما تلاقي السويد كويسه تلاقي 2 3 في برشلونه، 2 3 في كيل، 3 4 في. الوضع ده موجود دلوقتي يا كابتن؟ لا في واحد وينج ليفت. يعني عليك ده التحليل بقى اللي بيجيب. بص ده التحليل بقى الايه اللي هو الخلاصه. فانت الفرق دي بتلعب ماتشات كتير، يعني مثلا قبل ما يرجعوا، قبل ما اللي هي الاجازه بتاعت اللعيبه الدوليين، كانت اوروبا بتلعب يوم 30 و29 سيمي فاينل وفاينل اوروبا للانديه. الانديه منها المجر، فرقه فيلسبرينج دي اللي هي فيها يحيى خالد وكيل. كان عندنا يحيى خالد في الماتشات دي. يحيى كان بيلعب. وكيل فيها كيل المانيا وباريس سان جيرمان وبرشلونه. دول الاربعه. الحقيقه فرقه المجر طلعت الرابع، كيل كسبت البطوله كويس، باريس سان جيرمان طلع الثالث وبرشلونه طلع الثاني. انت شايف ان ده استعداد ليهم كويس؟ بس طبعا استعداد كويس انت ما استمتعتش بيه. ايوه يا كابتن بس ده انديفيديوال. بعدين لما عملوا بطوله اوروبا عملوها 32 بلد، فقعدوا شهر ونص من نص نوفمبر يلعبوا فيها لغايه اخر ديسمبر. فده كل دوت مباريات قويه وهم قريبين من بعض. طب انا هسال حضرتك سؤال يا كابتن. احنا بقى حضرتك سيدي. لا حضرتك سيدي لا مش هيهاجمنا دلوقتي، بس دلوقتي انا لما العب مع فرقتي بطوله اوروبا غير لما اتمرن مع المنتخب، في تجانس. ايوه ما هو منتخبات منتخبات البلاد. ايوه بس في بطوله الانديه. في بطوله انديه تتلعب برضه. يعني قصدي اقول لك ان انا مش طول الوقت مع منتخبي، يعني انا بروح العب مش طول الوقت بلعب ماتشات. بس انت ما كانش عندك، كان عندنا 16 ماتش ما لعبناش منهم غير البحرين. صحيح. صحيح. واليابان اليابان ماتشين دول وممكن البرازيل. تلعب البرازيل ماتش. البرازيل كانوا جايين، كان طلع عندهم كورونا فما جوش، قعدوا استريحوا. طب ده كافي يا كابتن بالنسبه لنا الاعداد؟ لا ما انا يعني انت في الاول خالص كان عندنا امل ان انت تبقى من الاربعه الاوائل. كويس. الامل ليه؟ لان انت عندك الشباب طالعين الثالث. صح. والناشئين طالعين الاول. وبعدين هو الراجل الحقيقه ده واللي قبليه اللي هو ديفيز الاولاني اللي هو الاسمر ده ديفيز والثاني ده براندو. مدخلين الصغيرين مع الكبار، ففي اندماج دلوقتي. ايه الاجيال؟ بس يمكن عندنا فريق قوي، بس الاعداد للاسف بسبب كورونا كان ضعيف. بس خليني استكمل مع حضرتك. استكمل. لا مش الاعداد بقى، نخش جوه اكتر مع المنتخب. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع. الحقيقه انا مش عايز اطلع فاصل والله، انا عايز اعرف كل حاجه عن البطوله، بس لازم نطلع فاصل اعلان سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل حوارنا مع الكابتن محمد. الى اللقاء. اهلا بحضراتكم من جديد، بنستأنف حوارنا مع كابتن محمد الالفي، طبعا غني عن التعريف ونجم النجوم في الكره اليد المصريه. كابتن يمكن كنا بنتكلم عن الصالات، الاستعداد. طب التدريب يا كابتن، 32 فرقه يتمرنوا فين؟ 32 فرقه يتمرنوا فين؟ انت كل فرقه بتلعب في صاله، يعني مثلا فرقه السويد بتلعب في الاستاد صاله واحد، ليها تمرين واحد في الصاله الرئيسيه. كويس. لا ثانيه، تمرين واحد في الدوره في الدوره كلها. يعني قبل اول ماتش ولا قبل كل ماتش؟ هم ما بيجوا من السفر ليهم تمرينه يتمرنوا فيها. كويس. تمام. بيجي يتمرن، عايز يتمرن الصبح في بالنسبه للاستاد القاهره، في الاستاد في صاله 2 اللي هي الصاله الصغيره، صاله فرعيه، صاله هاندبول. كويس. 3 و4 لا تلاقي بقى ليها بطوله عالم دي عشان تبقى فاهم. صاله 2 3 و4 لا 3 4 صغيرين. تمام. وبعدين صاله اتحاد الشرطه الرياضي هايله. كويس. جددناها خالص، تجددت كمان كلها. واوض يعني اللبس طبعا يعني. انتوا الباسكت هيروح يلعب فيها. احنا بص احنا هناخد وراكم على طول الحاجات دي، دوري بقى وكاس وكله، بس احنا مستنيين بطولتك. والصاله بتاعت الجيش اللي هي طلائع الجيش اللي هي بتاعت اللي هي جنب الدار الهيئه الهندسيه. ده ايوه منشيه البكري. منشيه برضه اتنضفت وبقت جديده لان. كويس. دي صالات التدريب. دي صالات التدريب في بتوع الاستاد، في المجموعتين بتوع الاستاد. جميل. مجموعه العاصمه الاداريه برضه تمرين واحد في الصاله الرئيسيه، وفي صاله فرعيه فين؟ في نفس المجمع بتاع البتاع ده اللي شفناها اللي هي بتاع ذوي الاحتياجات، بس باركيه هي. جبنا لها جونين وعملوا لها شبك ورد بتاع واشتغلت خلاص. كويس. ثالث صاله اللي هي بتاعت نادي هليوبلس، انها بينها وبينهم بالظبط 8 دقائق.
صاله اليوبلس اللي هو في الشروق. اللي في الشروق اللي في الشروق. ما عندناش صاله في مصر الجديده. يا ريت عندنا صاله. لا مصر الجديده خلاص اتخنقت في اليوبلس. وحضرتك قاعد على طول هناك في اليوبلس. انا قاعد في الشروق على طول. ما انا عارف. لا الشروق دلوقتي برجع لاولادي خميس وجمعه. حضرتك طبعا ماسك رئيس جهاز كره اليد في اليوبلس. فطبعا يعني حضرتك قاعد هناك على طول في فرع الشروق. تيجي بقى الايه لو عايز تتكلم على اليوبلس انا ممكن يومين ثلاثه نتكلم. صاله 6 اكتوبر فيها صاله فرعيه يعني الصاله اللي هي المين هول دي بيتمرنوا فيها وفي صاله فرعيه في نفس الكومباوند في نفس المكان وفي صاله اللي هي بتاعه وزاره الشباب اللي هي مش هقول لك جنب أكتوبر. ايه اللي اسمها 6 اكتوبر الدوليه اللي بتلعب فيها الباسكت بس دي ارضيتها باركيه. لا يا احنا رجعناها الايام دي. رجعتوها يا كابتن. ده الاتحاد السله هيتعب عشان يركب الباركيه تاني. لا الباركيه راكب. ما هو فوقيه. ما هو الباركيه عامل زي البساط فوقيه. لا الباركيه بتاع الصاله مش هي مش باركيه اصلا بتهيألي. هي ما كانتش باركيه كانت ترتان. بس الباركيه بيجي يتركب. وبعدين جابوا الباركيه وعشان اتحاد الباسكت عملوه. عشقه اللي هو بيتعشق ده. حطيت فوقيه اللي هو البساط بتاع ال. طب ده الحمد لله تفكتوش الباركيه. لا ده هو اصل انت دلوقتي ايه تلات ارباع اللعيبه عندك في مصر وفي كل دول العالم بيجي لها زي الديسك لان الارض ناشفه. فبدا الباركيه تحتيها يبقى فيه زي ايه زي توازن كده زي يعني في حركه كده فبيبقى ما بيقلل من الاصابات بتاعه الركبه وبتاعه الظهر. صحيح. الصاله بقى بتاعه اسكندريه ما كانش دورنا على صاله يعني يتمرنوا فيها لقينا فيها البيت الكونويات دي في الماكس صعب ان هم يوصلوا يتمرنوا الصبح زحمه كده وبتاع فعملوا برضه الهيئه الهندسيه للجيش عملت صاله بالونيه جنب الصاله. ايه الجمال ده؟ جميله زي بتاعه اتحاد الشرطه الرياضي زمان. زمان في صاله في اتحاد الشرطه الرياضي ما زالت بالونيه لغايه بتشتغل فيها لغايه دلوقتي. الشباب مش الشباب اللي هم مواليد 2004 و2006 بيلعبوا فيها. فبقى عندك في ايه عندك 7 صالات فيها التدريب يعني تدريب الصالات الرئيسيه للمباريات فقط وليك تدريبه واحده قبل انطلاق المباراه عشان تشوف تاخد جو المباراه. الفرقه بقى مثلا ايه فرقه جايه من اسكندريه دخلت على الاستاد تتمرن تمرينه برده في الصاله برده لانها جايه من اسكندريه. نفس الحكايه بالنسبه اللي رايح اكتوبر او رايح الايه التواني بقى اللي هم ماشيين من العاصمه الاداريه رايح 6 اكتوبر تمام. يروح رايح متمرن تمرينه. طب هسال حضرتك سؤال دلوقتي انا جاي من برج العرب هلعب في استاد القاهره طبعا هغير مكان اقامتي في الاوتيل. هل ده محسوب نبقى كل ده داخل في 50% من الاشغال؟ طبعا يعني انتوا حاسبين عارفين الكلام ده ودافعين كمان. طبعا دافعين. بس انا بتكلم على حته ايه ان ممكن تيجي بص تلاقي ايه 3 4 فرقه جم مع 3 4 فرقه الموجودين عدينا ال 50%. طبعا الكلام ده كله مدروس. لا انت اصل بص بس سيد رئيس الوزراء كان لعيب هاندبول مصطفى مدبولي طبعا هو بيبقى على طول هو اللي بيدي القرار بتاع ال 50%. صحيح. فهو حتى طلب من كابتن حسين لبيب ان هم يزودوا في الاوتيلات بدل ما تبقى 50% تبقى مثلا 75 مثلا تزيد على ازاي؟ لان هم كانوا داخلين في الاوقات بتاعه كريسماس ونيويورك. انا بقول لحضرتك اللي هي الحته دي هيبقى فيها مشكله لان فهي اتعملت ان انت حجزت عدد اوض معينه صح. او قفل قفلتهم عليك. ما انا مش قادر اقول اسم الاوتيل. الاوتيل بيبقى فيه بتاعتين كده تو تاورز واخدين تاورز كامل بكل حاجه تمام. خلي بالك الناس اللي بيخدموا عليك برضو محجوزين فاهم ازاي كده طبعا يعني ما ممكن ينقل لك كورونا كله. طب المساحات بقى يا كابتن يعني هل اللعيبه هتعمل مساحات بشكل كويس ان انت قلت لسه كنت هقول لك بص بقى دول اللي جايين صاله 6 اكتوبر كويس تمام مثلا يوم 12 هتوصل فرقه كذا فرنسا يوم 13 المانيا واستراليا والنرويج ويو اس اي كويس تيجي هنا تقول لك ايه اكوردنج تو ارايفل حسب الوصول لو وصل مثلا يوم كذا بيعمل بي سي ار بيعملها فين في المطار ولا بيعملها في المطار ممتاز وتاني بعديها بيومين بيعمل بي سي ار تانيه كويس طول ما هو في البابل ما بيعملش تمام. بعدين في 5 اوض بتاعت عزل اسعاف عزل يعني لو واحد عي بيروح الاول يعمل له بي سي ار يعرف عنده كورونا يدخله بعدين لو هو حالته متاخره بيروح بعته مستشفى اقولها ولا ما اقولهاش ما انا عارف اللي انتوا تعاقدين معاهم مستشفى وادي النيل مستشفى وادي النيل انا عارف كويس لا ما احنا ليه الحاجات ما دي اعلنت في المطار الصحي طيب انا بس مش عارف فانت مستشفى وادي النيل ما يتعالج هناك وزاره الصحه لما دخلت بقى الصالات قالت لا انا عايزه اوض اكتر من
الخمس اوض دول عايزين مثلا 20 اوضه، واحده كذا واحده كذا واحده كذا، فاحنا عشان البروتوكول، عشان هم ليهم بروتوكول معين في وزاره الصحه، يقعد ما يخرجش يروح المستشفى، تمام، يقعد عندك لغايه لما يتعالج مثلا اسبوع 8 ايام يبقى كويس، لو حالته متنيله ب 60 ميله بقى المستشفى جاهز. بس ان شاء الله مش هتوصل رياضيين، ورياضيين اغلبهم بيجوا يعني. وبعدين انت الرياضه اصلها بتزود المناعه عندك، بتخلي اصابتك بالكوفيد دي قليله، او الريكفر بتاعها بيبقى اسرع. طيب. او احسن. يعني احنا بنعمل مسحتين، مسحه اول ما توصل للفريق، مسحه بعديها ب 48 ساعه، مسحه ثانيه. طب افرض يا كابتن الانتقالات بقى اللي جاي من، ايوه، لسه بيتعمل له مسحه برضه، يعني جاي من برج العرب يتخش على مسحه على طول، يخش على مسحه. طيب سؤال بقى كابتن، انت عملت مسحتك، الفرقه عملت مسحتها، طب افرض فريق جه قبل البطوله بيومين، اليابان؟ لا اليابان جاي بدري. طيب ما هو جاي بدري. طب لا انا بتكلم على فرقه كاس العالم بعد بكره، هي جت ما عندناش الاوبشن ان احنا نستنى 48 ساعه نعمل المسحه الثانيه، نعمل ايه؟ لا بيعملوا، ولا انت ضامن، ولا انت ضامن ان هم كلهم لازم يجوا قبلها 48 ساعه؟ هو جايب معاه مسحه وهو جاي من بلده. تمام تمام، يبقى هو 48 ساعه قبل ما يطلع المطار. تمام تمام، هو بينزل من الطياره، ما اعرفش انت شفت استقبال اليابان؟ شفت طبعا، شفنا وتابعناه، اثنين من جايين من الفضاء اللي بيستقبلوه وزاره الصحه، ويقيس الحراره ويدخله على الاتوبيس، على الاتوبيس، الاتوبيس بالسواق برضه معزولين، في البابل، في البابل بيطلع على الاوتيل ما بيخرجش. فاهم ازاي كده؟ شفنا طبعا الدكتور معالي رئيس الوزراء، معالي وزير الشباب، وكان الدكتور حسن مصطفى كانوا في استقبال منتخب اليابان عشان يدوا رساله طمانينه للناس. لا انت كمان ايه اللي حصل قبل كده في الدنمارك في ديسمبر، في نص ديسمبر، كانت بطوله اوروبا للستات، السيدات، تمام، برضو عملوها كده بالطريقه دي، بس هم عدد الفرق كان 16 فريق، فطبعا ايه يعني هم اسهل كانوا. انت ال 32 دي بقول لك عدد خزعبلي، مش عايز اقول لك الاوتيل هيبقى كام، 2400 مثلا، خلي بالك في حكام وفي بتوع الميديا، كل دول بابل يعني، مرافقين مع المنتخبات نفسهم، جايين بقى صحفيين مثلا، فرقه عربيه جايه 55 واحد، انت المفروض ما تقدرش 25 ما تقدرش تقول حاجه، لكن هم بيدفعوا الحقيقه، ما تقدرش تقول حاجه. لا هو عايز يجي ببعثة كبيره، هتقول له اهلا وسهلا، مش هتدفع، مش عارف اعلام ومش عارف ايه وايه وايه، فاهم ازاي، رئيس نادي مش عارف ايه، ورئيس نادي ايه، ورئيس نادي، كلهم جايين. فانت بقول لك دايما برضو بالنسبه للبطولات العربيه وبطولات افريقيا، لما بتبقى في القاهره او في مصر يعني بيجي لك اعداد اكبر كتير، بيتشجعوا كمان بقى الاوروبيين جايين اساسا بالمشجعين بتوعهم، بس المشجعين بقى لو ما اشتروش تذكره من هناك مش هيخش. في اوروبيين مشجعين جايين؟ المفروض المفروض انت مستني، مش مستني تشوف. اصل هو انت ايه، هو بعت قال انا عايز مثلا 50 واحد او 40 واحد او 45 واحد، قد يجي وقد ما يجيش، دول بيبقوا بيبقوا على طول بتبقوا جمهور. صحيح. هو صحيح. انت كمان انا احكي لك بقى حاجه، انت عارف الصاله بتبقى موجوده، يعني انت ليه مدخل للعيبه وفي مخرج، المخرج ده في اللي هي الاريا اللي بتتعمل فيها زي احاديث صحفيه. تمام تمام، كويس. الاحاديث الصحفيه دي في صحفيين معمولين في البابل او في البابلز بقى، في الاربع اوتيلات البابلز دي، اللي في البابلز يقدر يعمل معاك حديث، واحد مش في البابلز ما يعملش. مثلا قال لك المصريين ممنوع الاول، انا ممنوع ليه بالظبط؟ ما يمكن الجورنان بتاعه يدخله ويتفعله في البابل، دخل يقدر يقف، ما دخلش في كونفرنس، كونفرنس يقعد فيها بقى بعيد عنهم، بعيد عنهم، تمام، الاوضه اللي قبليك يعني، تمام. طب هو يقف في لاين بعيد عن الناس وياخد منهم الاحاديث. بس خليني اقول لك كابتن ان والله بص الوقت مر بسرعه، وانا انا نفسي والله، انا عمال يقولوا لي تايم تايم، والله انا نفسي الوقت يزيد، ولكن ان شاء الله ده مش هيبقى اخر لقاء يا كابتن الفي، يعني انت حضرتك معانا وهندخل الناس كلها في الكواليس، حضرتك عندك كتير جدا، وعايزين انا على المستوى الشخصي اتعلم منك، لان لا والله دي حقيقه كلنا بنتعلم من بعض. قال لك يموت اللي مش عارف يوم يتعلم. لا يا كابتن طبعا طبعا، وحضرتك يعني قيمه كبيره، بشكرك كابتن محمد الالفي، نورتني وشرفتني، وان شاء الله مش هيبقى لقاءنا الاخير باذن الله. أعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع كابتن محمد الألفي، طبعا رئيس لجنة المسابقات في بطولة العالم، وكمان كان المسؤول عن الصلاة، عنده كواليس كتير عشان نوريكم حجم الشغل اللي تم في، أو اللي تم ولسه هيتم كمان في بطولة العالم، ولكن لازم ده وقتنا انتهى، إن شاء الله انتظرونا يوم الأربعاء في حلقة جديدة مع الأبطال. شكرا مليون.